تقول: ما حكم الاحتفاظ ببعض الصور للذكرى مثل صورة أطفالي وهم صغار أو مناسبة عزيزة على نفسي؟ لا أرى مانعا شرعا من الاحتفاظ بصور الأطفال عند ذويهم، وأما هذه الصورة التي تقول العزيزة على نفسي إني أخشى أنها تكون صورة لها أيام ليلة الزفاف بمحاسنها وتجملها وزوجها، فإني أكره أن تحتفظ بذلك خشية أن تقع بيد أطفال فتتسرب إلى غيرهم، ولا حاجة إليها. والشيء الذي لا يحتاج إليه ويخشى من عواقبه وآثار عكسية منه ينبغي أن يتجنب، والله أعلم.